ايه الكلام الجميل ده؟ خليني اعرف نفسي الاول. احب اعرفكم بنفسي، انا مستر عمرو عبد الله، محاضر لغه انجليزيه. جات لي اسئله كتير جدا، من ضمنها اكتر الاسئله اللي بتتسال انا بدرس انجليزي ليه؟ وعشان كده انا عامل الفيديو ده النهارده، ان انا هتكلم معاكم في انك انت اللغه الانجليزيه مهمه معاك في ايه. زي ما قلت لكم كده، بقول مقدمه عن نفسي. انا سني مش كبير قوي مش صغير قوي، يعني 25 سنه، بس وصلت للمكان اللي انا فيه دي بسبب اللغه. فانت محتاج اللغه بتاعتك، او محتاج انك انت تزود اللغه بتاعتك. طب اشمعنى الانجليزي بالتحديد؟ لان الانجليزي هو وسيله الاتصال اللي ما بين دول العالم كلها. دول العالم كلها دلوقتي بقت اسهل لغه عندها هي اللغه الانجليزيه، لانها الى حد ما متداوله، سهل الاستعمال بيها او سهل استخدامها، وفي نفس الوقت ناس كتيره جدا بتستخدمها. طيب ازاي؟ ايه اللي يثبت لحاجه زي كده؟ لو مثلا بنتكلم على انك انت ماشي في الشارع في يوم من الايام، طيب، وقابلت حد من جنسيه تانية، طبيعي اول سؤال هيساله لك هو كان يو سبيك انجلش، لان السؤال ده هو اول حاجه انت بتتسالها. طب ليه؟ علشان هي دي اللغه الوسيطه اللي ما بين لغته وما بين لغتك، لو انت مش فاهم لغته وهو مش فاهم لغتك. طيب حلو، انت كده اثبتت لي او قلت لي وجهه نظر معينه ان الانجليزي هو وسيله الاتصال ما بين الشعوب. طب انا محتاجه في ايه؟ انت محتاج اللغه الانجليزيه عندك لو انت مثلا بتدرس، فبالتالي انت هتحتاج اللغه الانجليزيه بالنسبه لدراستك، هتحتاجها بالنسبه للمواد اللي انت بتدرسها، هتحتاجها كمان بانك انت تبتدي تفهم المراجع بتاعتك وتبتدي تذاكر بطريقه احسن، وفي نفس الوقت بتقيس طبعا، يعني انت عندك وحده قياس كده مختلفه او وجهه نظر مختلفه، بحيث انك انت تقدر تكون المعلومات بتاعتك وتبقى more accurate، يعني دقيق شويه. بمعنى ايه؟ الانجليزي هيزود لك حصيل كلمات، هيزود لك نوع جديد من التفكير، هتقدر تتعرف على وجهة نظر عالم تاني او ناس تانية من دول تانية في الموضوع اللي انت بتدرسه، بالاضافة ان هو هيخليك يونيك بيرسون، يعني شخص فريد، عندك كاريزما، عندك سيلف كونفيدنس، عندك ثقة في نفسك، تقدر تتعامل باللغة، سهل جدا بالنسبة لك انك انت تتكلم بيها، اصبح جزء من حياتك، مش هتشكل لك عائق بعد كده. طيب ده بالنسبة للدراسة. طب انا خلصت الدراسة بتاعتي، اقدر اعمل بيها ايه دلوقتي؟ تقدر تعمل بيها انك انت في شغلك هتحتاجها، طبيعي جدا، لان كل الشركات او معظم الشركات ابتدت دلوقتي تاخد توجه ان احنا بنعمل شركات مالتي ناشونال. يعني ايه مالتي ناشونال؟ ان احنا بنعمل شركات متعددة الجنسيات، يعني هتلاقي شركة واحدة فيها الجنسية السويدي، فيها الجنسية الأمريكية، فيها الجنسية الكندية وهكذا. فبالتالي برضو زي ما اتفقنا في الأول إن هي اللغة الوسيطة اللي ما بين شعوب الأرض كلها. اللغة اللي حضرتك بتستخدمها في الشركة دي علشان تعرف تتعامل مع مديرينك مع رؤسائك هي اللغة الإنجليزية، لأن مش معظم الناس اللي هيبقوا شغالين هناك هتبقى مصريين. طيب أنا عايز أتعامل معاهم وعايز أبتدي أتكلم معاهم، طيب هو انا اصلا ايه اللي هيوصلني لحاجه زي كده؟ اللي هيوصلك لحاجه زي كده هو برضه هي اللغه. انت لو دارس لغه كويس جدا ومتمكن منها، هتقدر انك انت تغزو زي ما بيقولوا سوق العمل. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي الناس بتدور على الناس اللي عندها لغه، لان هي دي اللي هتسهل التعاملات بتاعتها. طب هتسهل التعاملات بتاعتها في ايه؟ طبيعي جدا ان مفيش شركه دلوقتي اصبحت مقفوله على نفسها، يعني مفيش شركه شغاله في مصر بس، في شركات كتيرة جدا بتبقى شغالة وليها فروع حول أنحاء العالم كلها. طيب أنا إزاي أضمن إن الموظف اللي عندي ده لو بعته في أي حتة حول العالم مش هيعمل لي مشاكل هناك؟ فبالتالي الضمان الوحيد إنه يبقى حاصل على لغة يقدر يتعامل بيها، سواء هنا سواء في أي شركة تاني أو في أي فرع تاني. فبالتالي هضيف لك كتير جدا إن يبقى معايا لغة أو اتنين، وطبعا الأبسط دلوقتي وزي ما بيقولوا عصفور في اليد هي اللغة الإنجليزية. طيب أنا مش محتاجها في دراسة، مش محتاجه في شغل، انا عايز اسافر. طبيعي جدا انك انت لو عايز تسافر زي ما اتفقنا، ايا كانت البلد اللي انت متوجه ليها، فهي حجر الاساس عندك هي اللغه الانجليزيه، انك انت يبقى عندك لغه تقدر تتعامل بيها مع ايا يكن مين هو الشخص او مين هي الناس اللي انت تتعامل معاها من اي دوله تاني، لغايه على الاقل ما تكتسب اللغه بتاعتهم، يعني لغايه ما تاخد اللغه بتاعتهم، فتبتدي انك انت تتعامل معاهم باللغه بتاعتهم. طيب انا محتاج ايه علشان اذاكر انجليزي او ان انا اعرف الانجليزي طالما هو اكتشفت ان هو مهم كده؟ كل اللي محتاج انك انت تتدرب على 5 مهارات. الخمس مهارات دول هما reading, writing, listening, speaking, و conversating. طيب نتكلم عنهم بسرعه كده.
يعني ايه الريدنج؟ الريدنج عند حضرتك هي القرايه. طيب بتعمل ايه القرايه دي؟ القرايه دي بتمد حضرتك بكلمات، بتمد حضرتك بالتعبيرات اللازمه لاي موضوع. ما فهمتش، هفهمك. لما بتقرا حاجه او بتقرا موضوع بتقدر انك انت تتكلم عنه بطلاقه. كل ما بتزود عدد المواضيع كل ما بتقدر تتكلم عن مواضيع كتيره جدا وانت واثق في نفسك وعندك الكلمات اللازمه اللي انت تقدر تتكلم بيها. طيب ازاي؟ اثبت لي. هقول لك، لو انا بكلمك في موضوع دلوقتي بالعربي وقلت لك مثلا ايه رايك نتكلم عن الطاقه النوويه، طبيعي جدا انت اتخضيت، هتقول لي هتكلم عن الطاقه النوويه، هقول لك ايه يعني. طبيعي جدا انت مش فكره ان انت مش عارف تتكلم بالعربي، لا دي لغتك، بس الفكره وما فيها انك انت ما عندكش المصطلحات اللازمه اللي كنت تستخدمها في موضوع زي كده. طيب ده ليه؟ علشان بمنتهى البساطه ما قريتش عن موضوع زي كده. فكل ما تقرا طبيعي جدا هيبقى عندك معلومات زياده، هيبقى عندك حصيله الكلمات اللازمه لاي موضوع تقدر تتكلم فيه. طيب ده بالنسبه للقرايه. هتكلم في ايه تاني؟ عندك المهاره التانيه هي الرايتنج، الكتابه. طيب انا محتاج الكتابه في ايه؟ انت محتاج الرايتنج او محتاج الكتابه لان مش كل الناس موجوده حواليك 24 ساعه في 24 ساعه، فبالتالي حضرتك محتاج انك انت تنمي موهبه الرايتنج عندك. طيب ليه؟ علشان لو بتبعت ريبورت، بتبعت تقرير، لو انت بتذاكر، لو انت بتدرس، تبقى عارف الكلام اللي انت عايز تقوله تقدر توصله بس عن طريق الكتابه. طيب ده بالنسبه للرايتنج. محتاج ايه تاني؟ محتاج كونفرسيتنج، وهي روح اللغه. يعني ايه كونفرسيتنج؟ كونفرسيتنج اللي هي المحادثه، ان انا ابتدي اتكلم باستخدام اللغه. وفي الحاله دي هحتاج جهازين، الجهاز الاول هو ريسيفنج، يعني ايه؟ جهاز استقبال. انا بستقبل معلومه معينه، ببتدي اعمل لها بروسيسنج، معالجه، وبعد كده هو طبعا المعالجه دي في المخ هنا، تمام؟ بعد كده هو ببتدي ان انا اعمل ايه؟ سندر، اللي هو جهاز ارسال، ببتدي ان انا ارسل الحاجه او الجواب الامثل لمعلومه معينه. مش فاهم العمليه اللي انت قلتها دي. مثلا انا استقبلت سؤال بيقول اسمك ايه، فبالتالي ما ينفعش المعالجه ينتج عنها اجابه بتقول سني 25، لا، الاجابه دي ما تنفعش مع السؤال ده، تمام؟ فبالتالي كل ما بتستقبل صح كل ما هترد صح. ده بالنسبه للكونفرسيشن. طيب الكونفرسيشن مبنيه على حاجتين تانيين، واحده فيهم اللي هي سبيكينج اللي هي الكلام، وواحده فيهم اللي هي listening اللي هي الاستماع. طيب السبيكينج انا محتاجه في ايه؟ السبيكينج طبيعي جدا كل ما بتنمي حصيله الفوكابس اللي عندك، كل ما بتنمي الجرامر اللي موجود عندك، كل ما بيبقى السبيكينج عندك اسهل. طب هو انا هحتاجه في ايه؟ لو انت بتتكلم او انت مثلا صادفك موقف انت عايز تتكلم عن نفسك بالانجليزي، فبالتالي السبيكينج دي مهاره كويسه جدا انك انت تقدر تنميها، تقدر انك انت تتكلم بطلاقه من غير اي مشاكل. طيب ازاي؟ احنا عندنا مشكله بتواجهنا كلنا او بتواجه ناس كتيره جدا من الناس اللي بتتعلم اللغه الانجليزيه، اللي هي مشكله ايه؟ انا شخصيا بسميها مشكله السماعه المرفوعه، اللي هي خلينا اسالك سؤال، واتس يور نيم؟ ماي نيم از، ايا يكن ايه، تمام؟ مثلا لو هجاوب عن نفسي ماي نيم از عمر، حلو. السؤال ده ياخد منك ثانيه؟ لا ما خدش مني ثانيه. طب لو قلت لك هاو ار يو هترد عليا تقول لي ايم فاين، تمام؟ طب السؤال ده اخد منك ثانيه؟ لا ما خدش ثانيه. طيب لو سالتك مثلا قلت لك هاو از ايفريثينج جوينج، ايه الصحرا دي؟ مش عارف. طيب هاو از ايفريثينج جوينج هي سؤال او طريقه ثانيه لان انا اسال هاو ار يو. طيب انت عملت كده ليه؟ عملت كده علشان اثبت لك ان الكونفرزيشن بمنتهى البساطه هي حاجه نوع من انواع الممارسه. كل ما بتمارسها اكتر كل ما بتتعود على مصطلحات جديده، كل ما بتبتدي تستخدم المصطلحات القديمه فتفضل اللغه جزء من حياتك. طيب كل ده جميل جدا. السبيكينج برضو انا ممكن احتاجه في ايه؟ السبيكينج هتحتاجه انك انت تعبر عن الافكار اللي موجوده عندك او اللي موجوده في دماغك عن طريق انك انت بتتكلم عنها، ولازم الكلام بتاعك يبقى دقيق. هحتاج هنا ايه؟ هحتاج طبعا البرونسيشن او هحتاج الفوناتكس اللي هو الصوتيات، الاكسنت بتاعتي، النطق بتاعي لازم يبقى صح، لازم يبقى دقيق، لازم اخد بالي وانا بقول ليف او بقول ليف، تمام؟ طب هي تفرق للدرجه دي؟ كل ما بتحسن الاكسنت بتاعتك كل ما بيبقى عندك حصيله كلمات كبيره، كل ما بيبقى عندك جرامر كويس جدا، كل ما بتقدر بتتكلم احسن. ازاي الكلام ده؟ خلينا اقولها لك بطريقه لذيذه شويه. هينزل على كتفك هنا اهوت زرار سويتش،
يعني ايه زرار سويتش؟ يعني لو عايز تتكلم انجليزي هتتكلم انجليزي من غير ما تعطل ومن غير ما تاخد وقت كتير انك انت بتفكر هتقول ايه، تمام؟ في نفس الوقت لو عايز تتكلم عربي هتتكلم عربي برضه نفس الطريقه. ازاي الكلام ده؟ If you want to turn the switch to the left side, you will start speaking English frequently, fluently, with no problems, with no more mistakes, without saying a a a. Okay. لو قلبته على اليمين رجعت تتكلم عربي عادي جدا وبتتكلم زيه زي الانجليزي، انت كويس جدا، مفيش اي مشكله. حتى نسبه الاخطاء اللي موجوده عندك هي نسبه اللخبطه العاديه اللي موجوده عند اي بني ادم. جميل. طيب انا محتاج ايه تاني؟ محتاج اخر جزئيه وهي جزئيه الليسننج، وهي جزئيه خطر جدا لان لازم يتركز عليها. طيب ليه لازم يتركز عليها؟ لان جزئيه الليسننج زي ما انت هتسمع زي ما انت هتنطق. مش فاهم؟ بمعنى لو انا جيت قلت لك مثلا الناس اللي موجوده في مصر هنا، في ناس كتير جدا ما اتعلمتش، ولكن احنا بنطلع اول 3 4 5 سنين بننطق نفس الكلمات اللي اهالينا بيقولوها. ازاي الكلام ده؟ هقول لك، وانت صغير لو مثلا سمعت اخواتك كانوا بيقولوا لوالدك ابونا او يا حاج، هتطلع بتقول ايه؟ هتطلع بتقول نفس الكلام، ابويا او الحاج، تمام؟ ده بناء على ايه؟ بناء على الحاجه اللي انت بتسمعها. فكل ما يكون السمع بتاعك دقيق، كل ما يكون السمع بتاعك اقوى، كل ما النطق بتاعك بيتحسن، كل ما بتكسب حصيل الكلمات وبتكسب طريقه نطق جديده. ازاي؟ It was something interesting. ما سمعتكش. It was something interesting. اللي هي بالنسبة لك It was something interesting. تمام؟ بس الفرق هنا إنها اتدرب كتير. لازم تسمع كتير. لازم تتعود تسمع من كل اللهجات. طب هي اللهجة إن أنا أسمعها هتفرق معايا؟ أكيد هتفرق معاك. طبيعي جدا انا ممكن اكلمك عربي بس بطريقه تانية. ازاي يعني؟ يعني مثلا اقول لك اني طوحت الاقلام، طوحت الاقلام من فوق البنايه، يعني خلاص رميتهم يعني، تمام؟ ده عربي. بس طبيعي جدا بما ان الكلمات دي او المصطلحات دي ما استخدمتش قدامي او ما سمعتهاش قبل كده، فبالتالي هتبقى دايما مصطلحات جديده. يا رب في الاخر ان يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ان شاء الله هتلاقوا الفيديو ده موجود، ده برعايه اكاديميه نيو فاروز. هتلاقوا الفيديو ده كمان على صفحتي على الفيسبوك مستر عمرو عبد الله. هتلاقي كمان ممكن هنزل الفيديو ده، هتلاقيه اكيد على اليوتيوب طبعا. واي اسئله اي استفسارات انا تحت امركم. اتشرفت بكم جدا، والسلام عبد الله.